العب يا خالك بنزيما شنو هاي القضيه؟ كريم هو اسمه كريم اسم على مسمى. فارس عوض تكلمها وقال كريم للريال من اسمه كنصيب. ها هي بعد على شنو مقلقانين؟ هاي الهزوجة العب يا خالك بنزيما. خالك بنزيما خال وعم وشيخ وسيد بنزيما بعد. اوه ابراهيم يلعب افضل نادي بالعالم. كريم بنزيما هداف، شو تريد لاعوب؟ المدربين اللي جوا عليه السابقين كلهم اقتنعوا باداء بنزيما. ليش يعني؟ هل هي مجامله؟ لان لاعوب وكره ذهبيه باكر ان شاء الله مرتاح البال مدريد. هو 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 ممكن نسمع هاي الهزوجه طبعا. يلا 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 العب يا الخالق بنزيما، العب يا الخالق بنزيما، العب يا الخالق. شلون تغلبك وادم عندك بنزيما، شلون تغلبك وادم عندك بنزيما. تحياتي لك حماده.